ديك الحلقة اللي فاتت عدنان دخل لواحد الكومبا وقمروا به وربح، والخطأ اللي قلت لكم دار هو أنه ورى لذاك الطالياني الدار ديالو ووصلوا حتى للدار. الحلقة ديال اليوم كتبغيك تكونسونطرا معايا حيت غادي تعيش أحداث أول مرة غتسمع بهم. إلا كنتي مازال ما دير لايك بيان سور خصك دير لايك، حيت بزاف ديال الناس كيتكونسونطراو مع الفيديو وكينساو لايك. ولا كنتي مازال ما دير سبسكرايب ديرها. تكونسونطريتي معايا على بركة الله. سوق مان قال له عدنان بغيت نمشي بحالي، قال له داك الطالياني غير جلس غنوصلك حتى للدار. عدنان ديك الوقيته كان فرحان بالفلوس وكيجمع الفلوس وخاشيهم في جيبو وكيقول غادي نعطي المول الكرا وغنشري هادي وغادي ندير هادي وغادي ندير هادي. وهنا غيدير واحد الخطا، غادي يخلي الطالياني يوصلو حتى للدار. وصلو حتى للدار، اتصل بالوالده بدا كيهضر معاها، حتى لواحد الوقيته طلع من الشرجم غيلقى الطالياني مازال الطوموبيله ديالو حدا الدار. غيقطع الوالده ديالو وغيتصل بالطالياني غيقول له واش انت مازال حدا الدار؟ غيقول له اه انا حدا الدار دابا غنمشي. المهم عدنان نسى الموضوع وعاود صون على الوالده ديالو ابيل فيديو وبدا كيهضر معاها وكيتعاود معاها على اساس يقول لها صافي بلا ما تبرزطوا راسكم بالفلوس راني دبرت. عدنان فاق حل الباب لقى صك كبير فيه الحوايج وفيه الماكله وفيه السبرديلات، دخل داكشي للدار وعرف ان ابراهام يمكن هو اللي صيفط له داكشي. غير دخل داكشي للدار دازت 5 دقائق هو يصوني الطالياني، قال له واش دخلتي شي سلعه للدار؟ قال له اه، قال له راه صيفطها لك ابراهام. وعدنان كونفيرما باللي ان ابراهام باغي منه شي حاجه. المهم مشى الله صال ترينا بالدراري الصغار ونسى الموضوع، مشى تلاقى صاحبو ايوب وجلس معاه في القهوه وبدا كيتعاود مع عدنان. تيقول له شنو تدير؟ قال له راني كنوجد البوكس والامور ديالي الحمد لله اللهم لك الحمد، وما قالوش راني اونغاجيت في الكومبيتيسيون ديال القمر. المهم هضروا سالاو الهضره تفارقوا، مشى عاوتاني للغابه يتريني لقى طالياني تمايا وبدا تيهضر معاه. قال له شوف ان شاء الله غدا قال لك ابراهام راك معروض للحفله ديالو. عدنان فرح، عشنو يا ابراهام؟ راه في اي بي سي كيشوفو غير من البعيد، بحال قلتي هو المالك ديال داك البلاصه اللي كيترينيو فيها وكيكونوا فيها لي كومبيتيسيون. المهم بدا فرحان مشى تيقلب على الحطه وقال مع راسو ما كرهش نتلاقى ديك الروسيه اللي كانت جالسه معاهم تمايا وراها عجبتني. المهم عدنان جا لغد ليه، جا عنده طالياني للدار، هبط ضرب كوستيم ودخل معاه الطوموبيله وبداو غاديين حتى وصلوا لواحد البلاصه دايره بحال شي باب ديال شي قصر. بداو تيهضروا مع صاحبنا الطالياني بالميكرو على برا وقال لهم السميه والكود وحلوا له الباب ودخل. بدا غادي الطالياني وعدنان وتيقول له هذه هي الدار ابراهام. قال له هذا ماشي فيلا، انت كتقول لي راك معروض في الفيلا. قال له هذا راه قصر. وبصح بداو غاديين 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 تقريبا شي 500 متر عاد وصلوا للبلاصه اللي فيها الجرده وفيها لا بيسين. المهم جلس تما، هبط واحد السيد كيسلم على الطالياني وعندنا نتابعو. المهم بداو غاديين ودخلوا لواحد الصاله. ديك الصاله شنو فيها؟ فيها دوك الحيوانات اللي كاينين في روسيا بحال الدب مجمد وواقف تمايا. المهم عدنان تيشوف داك المنظر، كيشوف السلاح محطوط بحال شي تصويره ولا بحال شي بورتكلي، وكيشوف داك المنظر وتيجلس. هبط ابراهام دخل ديك الصاله ولقى عدنان وداك الطالياني، مشى سلم على الطالياني وبدا كيهضر معاه بالروسيه. هو يشوف عدنان وبدا كيبتسم وحط له يديه في الراس ديالو وقال له غلادياتور. عدنان بدا كيشوف الطالياني والطالياني تيقول له يا غلادياتور. عدنان فرح بحكم ان غلادياتور هي واحد المحارب، وراه معروفين في الثقافه ديال اليونان والرومان والطاليان انك محارب بمعنى انك انسان واعر. ابراهام بدا كيهضر مع الطالياني وقال له قول له تبارك الله عليك كنتي واعر في الكومبا اللي فات. عدنان بدا تيهضر معاه باللونجلي وما فهموش وبدات الامور غادي. مشى بحالو ابراهام وبداو كيدخلوا الدراري اللي مع ابراهام. المهم كلهم ضاربين 3 كار، واللي ما ضربش 3 كار عنده جاكيطه ديال الجلد، كيحيد جاكيطه الجلد تيعلقها وكيحط السلاح في بلاصه. عدنان كيشوف داك المنظر ولا كيرجع له الفلاش باك ولا كيقول مع راسو اش داني لهاد العالم هذا؟ اش داني لهاد الحماق هذا؟ انا كنت في كازا باغي نولي بطل المغرب ولا بطل العالم ديال البوكس، وليت داخل المافيا وعصابه. المهم قال انا ماشي سوقي، انا اللي عليا كان ديال البوكس ماشي سوقي، نعيش حياتي. وداك الشيء اللي كان كيجيو الدراري كيحطوا السلاح كيحطوا الطرواكار ديالهم الجواكت ديالهم، وعدنان كيشوف داك المنظر وكيبتسم وكلهم تيقولوا هذا هو اللي ربح في داك الويكاند، برافو انت قتال واعر. المهم كلهم جاب دين الامور ديالهم، ها اللي جاب الكوكايين، ها اللي جاب الشراب. المهم كلهم تيبغيو يعرضوا على عدنان باش يدخل معاهم يشرب معاهم ولا يضرب معاهم الكوكايين، وكيقول لهم داك الطالياني هذا راه مسلم، وكينطقوا وحدين وتا انا راه مسلم، تا انا راه مسلم روسي. المهم فهم عدنان ان هادو راه نصهم رواسة مسلمين ونصهم رواسة مسيح ومتحدين بيناتهم، والشاف ديالهم هو ابراهام. غادي يخرج عدنان يشم شويه ديال الهواء، وشكون اللي غيلقى في الجرده؟ غيلقى ديك الروسيه اللي كانت دارت له الباسمون
هنايا في العين ديالو. هو يسولها قال لها انت اللي كنتي معنا في الكومبا؟ قالت له اه. وبدات كتبتسم كتهضر معاه بشويه باللونجلي مخلط بالطاليانيه مع الروسيه، وهو كذلك فهمها وفهم الكونسيبت ديالها، وديك الابتسامه اللي دازت بيناتهم شرحات كل شيء. عدنان غوت له الطالياني وبداو كيضحكوا كيهضروا معاه وكينشطوا معاه، وهو يجي ابراهام عند عدنان ويقول الطالياني وصلت له الامانه؟ قال له اه وصلت له الامانه. المهم دوك الحوايج وديك الماكله اللي داله للدار، عدنان خرج فرحان حيت ولا كيتعرف على الناس الواعرين اللي كاينين في الطاليان، وفي نفس الوقت العقل ديالو تيقول له اش داك لهذه العصابه واش داك لهذا التخربيق. المهم عدنان ولا تيمشي تريني في الصباح، وفي العشيه كيوجد الكومبا ديال القمر. جا السبت عاوتاني دخل وربح، وفي نفس الوقت الرواسه بداو كيفرحوا به وتيقولوا له تبارك الله عليك مقارنه مع دوك الطاليانيين. عاوتاني جا ابراهام، عاوتاني جا ابراهام وفرحان وشد له فراسو وقال له غلادياتور، ولاو كلشي تيقولوا له غلادياتور. اللي كان كيقول له عدنان ولا كيقول له غلادياتور. هو يمشي عنده الطلياني قال له راه الشاف كوتيزا عليك مزيان، راه حط عليك 50,000 دولار. قال له واو. قال لي راه وصاني نعطيك واحد 5,000 دولار وانت جمع من عند الدراري. ديك الليله جاب معاه 12,000 دولار، بمعنى 12,000 اورو. عدنان فرحان والامور غاديه مزيان، لكن في الصباح غيجلس في واحد البلاصه هو با محمد. وبا محمد بحكم انه ولا بحال الوالد ديالو ولا شي واحد قريب، بدا كيعاود له البوكس القمر. با محمد تيصحابو غير كيقمر عادي، حتى لواحد الوقيته غيدوز ابراهام بالرويس رويس ديالو طويله، هو يقول با محمد شتي هذاك؟ راه كنعرفو. با محمد دار فيه ديكا، هو يتفكر ان ديجا شي واحد قال له هذاك راه مافيوزي كبير ومعروف. با محمد قال له واش هذاك بصح؟ قال له هذاك راه مسخوط راه معروف، راه كيقولوا عليه زعيم عصابه ولا مافيا. المهم هذاك اش داك لذاك القمقوم؟ قال له عدنان المهم انا كنعرفو صافي. هو يسد عدنان الموضوع، قال له بو محمد انا اصلا راه غوت لك باش نخلي لك الباسبور ديالي والوراق ديالي، الدنيا والزمان مشي نجليهم، شي مره يدخل عليا مول الكراي الى يوحى لي حوايجي. المهم الله يرحم لك الوالدين، خلي عندك هذا الباسبور ديالي وخلي عندك هاد لاكارت ديالي وخلي عندك اي حاجه ديالي. وبدا كيعطيه الشواهد اللي جابهم من كازا والشواهد اللي خدم مع دوك الطاليانيين، وقال له هذا الملف هذا خلي عندك تنحتاجه. وداك الشيء اللي كان بو محمد شد داك الشيء وداه للدار. تفارقوا، وعدنان مشى كيتريني في ديك الجريده، كيتلاقى الطالياني كيمشيو للقصر ديال ابراهام تيجلس معاهم وكيشوف، ومره مره كيميل لديك الروسيه. حتى لواحد النهار واحد السهره غتلاقى هذيك الروسيه وغتقول لامها الوالده ديالي اجي. ما غادي تجي وغادي تقول لها شوفي انا بغيت نقول له واحد الحاجه باش ما يصحابهمش كنهضروا عليهم، المهم دير راسكم بحال كنهضروا عاديين. وهي تقول له شوف انا والوالده ديالي شكون اللي جابنا للطاليان؟ راه ابراهام. انا راه الاخ ديالي راه كنخدم مع ابراهام، وكان ليد اليوم ديالو حتى هو كيدخل لي كومبيتيسيون وكان تيربح، لكن واحد النهاريات قتلته واحد العصابه اللي كانت ضد ابراهام. المهم الله يرحم لك الوالدين، انت راك مسلم ولا باغي تهرب وتبعد من هاد المشاكل، حيت هاد اللعبه هادي النهايه ديالها هي الموت، وما يغروكش بالفلوس، هما راه عندهم هدف واحد اخر. عدنان تيقول ديك الروسيه لداخل مع راسو ما تحمقينيش عافاك، الناس في ليله وحده ضربت معاهم 12,000 اورو. المهم اه عندك الحق. وبدا كيصدر في السيده وكتهضر معاه وعاطيها الافكار ديالها على اساس انه غادي يدير داكشي اللي بغى. عدنان مشى عندهم لاصال جلس، بداو كيهضروا كيضحكوا، حتى لواحد الوقيته قال له ابراهام شوف، قال له انت اللي غتكلف لي في الدراري اللي غادي ندخلوا للقمر، قال له انت اللي غترينيهم، وانت راه كل سبت عندك كومبيتيسيون. عدنان قال له صافي ماشي مشكل، حيت اصلا ابراهام ما يمكنلكش تقول له لا، حاجه وحده فين تقد تقول لا تقولها للطالياني وداك الطالياني يقولها له. عدنان ولا كل نهار كيمشي يتريني في الصباح مع الجمعيه، وكيطلع عند الدراري دوك الرواسه اللي داخلين معاه في القمر كيترينيهم في لي تكنيك، حيت باين عدنان حار عليهم كاملين. المهم عدنان كيوريهم لي تكنيك ودار علاقات مع دوك الروسيين الدراري الصغار اللي 18 عام 20 عام 30 عام، ولاو كيميلوا له وكيرتاحوا له وكيعاودوا له القصص وكيهضر معاهم في التليفون، وكيقول لهم باللي حنا اصلا تقولبنا كنا جايين للطاليان نحترفوا حتى لقينا مع راسنا مع ابراهام وهو من المنطقه ديالنا. المهم عرف الكونسيبت ديال ابراهام وعرف الاسرار ديالو، ان ديك البنت اللي معاه وديك المراه اللي كاينه في وسط القصر هذيك راه ماشي مرته وهذيك ماشي بنته، هذيك ولدها كان كيلعب حتى هو في لي كومبيتيسيون نفس القضيه باش يكالمي اللعب. المهم عدنان ولا كل سبت كيمشي يربح، ولا بعض المرات تيخسر غير بالقرارات ديال الحكام. حتى لواحد النهار عدنان طلع له هذا الشيء في راسو، حيت ديجا عنده الفلوس والطريق اللي داخل لها ماشي ديك الطريق اللي كيبغي. جا عنده الطالياني قال له شوف هذه السيمانه هذه راه غتوجد راسك وانت راه غتقاتل مع واحد صاحبنا، خو داك البولوني اللي ربحتي في الاول راه هو اصلا ميزي عليك، ولا ربحتيه راه تربح تريبل، بمعنى الا خديتي 500 دولار انت غتربح 1500 دولار، وزيد عليها 500 دولار ديالك هي 2000 دولار. المهم كيساين ان الطالياني عدنان يقول له اه. عدنان تيقول له شوف انا راه عندي مشاكل
مشاكل في الدار والوالدين ديالي والعائلة والفلوس غير باش يبعد منه وتا هو يسل من هاد الطومين هذا. قال له شوف انا راه ما عندي ما نقول لك، الهضره راه جايه من الفوق من ابراهام، ابراهام اللي مقادت لك الماتش نهار السبت، ولا ما جيتيش غيدير معاك هضره واحده اخرى. عدنان قال له صافي دير اللي بغى، نوض صاحبنا الطوموبيل ومشى بحالاته. هنا ما دازش غير ساعه المكانه، عدنان في الدار كيسمع الزديح، حل الباب هو يلقى واحد صاحبنا روسي وجهه عامر وقال له قالك ابراهام تكلم له. قال له عدنان ما غاديش، قال له قلت لك تكلم له. المهم عدنان لبس حوايجه وقال داك الشيفور صافي غيهبط انا جاي، لبس حوايجه ومشى وقال غادي نقول لابراهام اخر مره غنلعب معكم هي ديك اللي دازت، وانا راه عندي مشاكل في الدار وهادي 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 وهادي. طالياني ديجا موصل الهضره، ركب في الطوموبيل وصل للقصر. هبط ابراهام ما قال لعدنان والو، شاف الطالياني وقال له واش كتعرف الدار ديال عدنان بحال هكا؟ قال له الطالياني اه. هو يدور في عدنان قال له شوف نهار السبت لقاك مع 6 العشيه، قال له نهار السبت مع 6 العشيه لقاك في البلاصه فين كنقمروا، ويمشي بحالاته. عدنان تيقول مع راسه من الداخل الا قلت له لا يقد يقتلني، وشوف الشوفات اللي شاف فيا. ويقول الطلياني صافي، قال له صافي، قال له اه صافي. مشى عدنان وكيقول مع راسه واش نهرب، واش انا عاد قديت الامور، كيفاش غادي ندير مع الجمعيه؟ المهم صافي اخر ماتش عندي هو نهار السبت، وداك الشيء اللي كان. بدا كيتريني في الجمعيه وفي نفس الوقت كيتريني في ديك الجرده وكيوجد وكيشوفوا الطلياني وكيبريباري مع دوك الدراري في تما في لاصال. المهم خلط الامور ديالو حتى جا السبت، هز الساك ديالو ومشى. هنا بداو كيلعبوا الماتشات وجات النوبه ديال عدنان، عدنان قاد الليغات ديالو هو يدخل. الروند الاولاني مع داك الاخ ديال البولوني كان عادي، ضربني نضربك. الروند الثاني عدنان كيضرب بحال كيضرب في شي حيط. الروند الثالث السيد كيضربو والو. الروند الرابع عدنان طيح لداك البولوني جوج سنات القداميين، وهنا عدنان بغى يفرح لكن البولوني وقف وقال الحكم انا مازال كمال. وعدنان تيشوف السنان طايحين والسيد كمال، كيفاش دار لها؟ حتى لواحد الوقيته عطيني نعطيك عطيني نعطيك. عدنان غيدور وغيطلع له داك البولوني واحد الضربه وغيطيح عدنان بالكاو. غيجي صاحبنا ويبقى يضربو ويفكو، غيبقاو يفكو. عدنان في الارض وكيشوف الطلياني معصب وفي نفس الوقت يضرب عينيه في ابراهام كيشوفو حتى هو معصب. قال اش درت المشكله؟ خسرت وخسرت مع صاحبنا باينين ميزين عليه شي فلوس بزاف. المهم نوضو داك الطلياني وداه للفيس سير وبدا كيهضر هو والطلياني، حاس به انه معصب وكيشوف حتى ابراهام حتى هو معصب والدراري الرواسه اللي معاه حتى هما معصبين حيت خسر. المهم كلشي كان مقمر على عدنان. حتى لواحد الوقيته غيدلي عينيه عدنان بحال هكا غيشوف واحد من ليكيب ديالهم كيعصر واحد اللعيبه وكيرميها في واحد القريعه وكيدورها مزيان وكيشربها، ويقول للطلياني شنو هذاك الشيء؟ قال له داك راه مخدر، راه مخدر كيديروه الدراري باش لا قدر الله بدا كيضربوا شي واحد ما كيحس، العروقه كيطونداو والمخ ديالهم كيولي الالم ما كاينش. هو يتفكر عدنان، قال له ياك ما داك البولوني حتى هو شاربه. قال له راه حتى هو راه شاربه بيان سور، شوف كيطيحتي له سنانه. راه داك الشيء علاش ما قال لك والو ابراهام؟ راه كون خسرتي بشي طريقه ما عجبتش ابراهام راه يهبط عندك يغوت عليك، ولكن عرفك انك راه لعبتي كومبيتيسيون مزيانه. عاد عرف ان عدنان دوك الدراري اللي كان تيلعب معاهم الاغلبيه فيهم كيضربهم وكيبقاو واقفين، وقال مع راسو هذا المخدر كي داير. عاد قال له الطلياني هذا واحد المخدر كنجيبوه من روسيا، واما كنميلونجيوه مع البيضه اما مع واحد العصير اللي هو معروف، اما كنديروه سائل وكندقوه شوكه. وبدا كيشرح له كيفاش كيديروا الدراري. عدنان بدا يشوف وكيسمع كيقول واه عليها شي وحدين كنبقى نتقاتل معاهم وما كيبغيوش يطيحوا. المهم عدنان والطلياني نساو الموضوع وطلعوا باش يكملوا الكومبا ديال داك الروسي اللي معاهم، وبداو تميزيو وتا عدنان ميزه واحد 200 اورو باش يربح معاه. المهم بدا الكومبا، داك الروسي اللي معاه عطيني نعطيك عطيني نعطيك. الروند الاول الروند الثاني حتى لواحد الوقيته داك صاحبنا اللي مع ابراهام غادي يطيح بالكاو، من غيطيح بالكاو صاحبنا الاخر غيبقى يضربو برجليه، والدراري اللي مع الطلياني ومع ابراهام غادي ينوضوا. حتى لواحد الوقيته عدنان غيشوف خمسه ديال الدراري كلهم هازين السلاح والاخرين ديال ابراهام كيهزوا السلاح وبداو دايرينهم هكا بحال داكشي ديال الافلام فرقه ضد فرقه. عدنان غيشوف داك المنظر غيرجع للور. حتى لواحد الوقيته غيهبط ابراهام وغيبقى يهبط فيهم، وغيهبط واحد الزعيم واحد اخر ديال العصابه وغادي يقول لهم هبطوا السلاح. غيتكالما اللعب في ديك الوقيته، لكن عدنان عرف ان غينوض شي مشكل. الحكم بغى يعاود الماتش، وفي نفس الوقت ابراهام ما بغاش يعاود الماتش بحكم انه ما بغاش يعطي كاع الفلوس، وحتى الدراري الرواسه ما بغاوش يعطيو الفلوس ديال الربح. عدنان شاف السيكوريتي ولي بوديغارد دخلوا، شاف واحد الباب محلول وهو يخرج وهو يهرب. وصل الدار غسل وجهه داوى وجهه وينعس، ما ضربات غير ساعتين تلمكانه وهو يصوني واحد الروسي وقال لهم درا شنو وقع لك؟ واش متي؟ شنو مالك؟ مالك ما كتجاوبش؟ قال له لا، قال انا في الدار راه هربت. قال له الحمد لله. قال له الدري اللي لعب معانا الكومبا الاولانيه راه تضرب في السلاح
سلاح في رجليه وداك الواحد الاخر اللي ضده راه ضربوه الدراري ديالنا بالقرطاس و تيقولوا راه مات. المهم حضي راسك طريق حتى انت يغتالوك ولا يديروك شي حاجه. قال له كيفاش؟ قال له المهم راه الامور مزيره بزاف وقال لك ابراهام الا شدوك البوليس ما تجبش السميه ديالهم ما تجبش السميه ديال الطليان. المهم انت حاول هاد السيمانه ما تبانش عندنا وحاول تكونسونطرا وتحضي راسك من ديك العصابه. عدنان سمع ديك الهضره وقال انا مالي لا تصدع نيت فرصه كاع نبعد منهم. المهم عدنان بدا من كيهبط في الحومه كيشوف الكونترول ديال البوليس، ها اللي بالموتور ها اللي بالطوموبيله وها اللي اصلا تيدق على الناس كيقولوا شنو كاين وكيعرفوا المشكله فين كاينه. والحومه كامله كيقولوا باللي ان صاحبنا قتلته عصابه وداك صاحبنا اللي مضروب في رجليه بجوج قرطاسات فينا هو، هذا الشيء اللي كيقلبوا عليه. عدنان طالق ودنيه وفوق ما تيجلس مع ايوب صاحبه كيبغي يعاود له، حتى لواحد النهار غيبدا يعاود له حتى غادي يقول له راه قالها لي با محمد وقال لي ما تقولهاش غير باش نحاول انني نجرك، ولكن اخويا عدنان انت غرقتي معاهم ودخلتي معاهم. المهم حاول تبعد منهم. عدنان قال له شوف غنوعدك نبعد منهم وانطلاقا من اليوم غيصونيو عليا نقول لهم ما كاينش. دازت زوج سيمانات والامور بردات والطالياني صونا عليه قالوا راه ابراهام بغاك. المهم راه كندقوا عليك في الدار وما كتجاوبش، تيقول لهم لا راه تنكون خارج. حتى لواحد النهار عدنان غيكون جالس في الدار حيت كل نهار كيصيفط لواحد كيزدح عليه الدار، حتى لواحد الوقيته عدنان كيسبع تفرقيع ديال الباب، شي واحد كيضرب الباب وكيبغي يفرعو، حتى لواحد الوقيته غيضرب الباب وغادي يعوجو، غيبان واحد شويه من الدار. عدنان غيتخلع وغيتخبى على اساس انه ريقد صاحبنا يقول له راه بغاك ابراهام. المهم دار واحد الخطه مع راسه، قال غادي نحاول ندوز واحد ربعه السوايع ونصوني على الطلياني ونقول له ياك ما العصابه باغا تقتلني راه جيت لقيت الباب مفروع. وقالوا الطلياني اه راه يمكن هي هذيك العصابه. الطلياني عارف باللي راه ابراهام اللي صيفط واحد فرقع عليه الباب باش يجي، وعدنان براسو عارف باللي ابراهام اللي مصيفط بنادم باش يفرقع عليه الدار باش يجي، وعدنان كيدير الخطه باش ما يبانش انه باغي يتهرب منه. قالوا الطلياني شوف الا كنتي باغي سيكوريزي راسك وتهرب من الصداع جي عندنا للقصر راه بغاك ابراهام. قالوا عندنا صافي كون هاني كون هاني. المهم لا غد ليه بنادم كيزدح الباب عاوتاني وعدنان مخبي، حتى دازت واحد الوقيته هو يصوني الطلياني عليه. قالوا فينك؟ قالوا انا راه ما كنتش في الدار. قالوا انت كذاب، حنا شفناك خرجتي من الدار وكنتي في الدار من طلع عندك بنادم بركه من البساله. المهم قالوا صافي صافي غدا غدا نجي غدا نجي صافي. وقطع نفس القضيه، عدنان كيسحابو راه كيلعب مع دراري صغار. ابراهام تعصب صيفط بنادم قال له سير فرقع داك الباب وجيبو معاك. المهم داك صاحبنا اللي خدام مع ابراهام مشى بدا كيزدح الباب على عدنان، وعدنان نفس القضيه في وسط الدار وساكت، حتى لواحد الوقيته بدا كيزدح كيزدح ومع الباب عواج هو يضرب واحد الضربه وهو يتحل، تعوج النص ديال الباب وهو محلول. عدنان مور الثلاجه كيطل، حتى لواحد الوقيته عدنان تعصب، هو جا عنده داك صاحبنا اللي خدام مع ابراهام بغى يهضر معاه هو يعطيه لهنايا بطيحو. عدنان بقوه الخلعه صون على الطلياني قالوا انا ما عرفتش بنادم شكون هو، ما قاليش راه ابراهام اللي بغاني، انا صاحبني من العصابه الاخرى وراه بغاو يقتلوني. قال له شوف انا ما عندي ما ندير لك انا جاي. الطلياني جا لقى عدنان جالس مع بنادم وحط له قرعه الماء والاخر غير ساكت. قال له الطلياني شوف اخيب حاجه درتي هي ضربتي واحد من الدراري ديال ابراهام وهو ما تيبغيش اللي يضرب له شي واحد من الدراري، انا غنفاريها معاك وغادي نمشي نشوف الحل ولكن غدا خصك تكون هنا. قالوا عدنان صافي. مشى الطلياني بحالاته، عدنان نعس ضربات الخمسه د الصباح، حل عينيه لقى اربعه ديال الدراري واقفين قدامه وحاطين عليه السلاح وشادين له في يديه وتيقول له لبس حوايجك يلا معنا. عدنان شاف المنظر عرف ابراهام اللي مصيفطهم حيت الدراري كيعرفهم. قال لهم صافي انا لبس. قالوا لبس دابا، ناض بالشورت لبس الجين ديالو والسبرديله والجاكيطه. وقالوا داك صاحبنا شوف راه كاينين جوج عساسه لتحت، حاول تهبط وما تهربش، هبط غادي نسيلوك في الطوموبيل وجوج غادي يبقاو موراك ما تهربش. قال لهم صافي ركب في الطوموبيل. داو دخلوه للقصر حطوه في واحد البيت. ابراهام بدا كيهضر معاه حتى لواحد الوقيته جبت سلاح ابراهام ودار راسو بحال كيناقش مع عدنان كيقول له شوف انت راك عزيز عليا وانا راه دخلتي لي لقلبي وبغيتك تكون معايا. ومره مره كيدير السلاح ديك ها وكيهضر معاه مكالمي والاخر كيشرح له حاجه اللي ما فهمهاش عدنان كتعاود له بالطريقه سهله باش يفهمها. قال له المهم السبت راه كاينه كومبا عندي هنا في القصر وان داك البلاصه اللي كنا فيها راه سدوها البوليس ولاو فيها المشاكل، نهار السبت بغيتك تكون هنايا تلعب الكومبا وفي نفس الوقت راك انت معنا في ايكيب وانا راه مستعد انني نوقف معاك تولي بطل ديال البوكس ديال بصح. عدنان ما فهم حتى لعبه
كيقول واش انا في فيلم؟ اش داني لهاد العجب كاع؟ اش داني ندخل لهاد الحماق ديال هاد العصابه؟ واش داني نشوف فيهم كاع؟ المهم عدنان قالوا صافي. وصلوا الطلياني للدار، جا لقى الباب مفرقع، تكى شويه، حل الباب، لقى عاوتاني جبل ديال الماكله والحوايج، بدا كيدخل في الميكات وقال اش داني لهاد العجب. المهم اتصل با محمد قال له شوف الباسبور ديالي خبيه الله يرحم الوالدين، وانا راه ما مابقاش نبان عندك حتى نجي وخليه ليا والله يرحم لك الوالدين. با محمد بدا خايف، تيقول له مالك؟ تيقول له المهم الا صونيت عليك ما تعاودش تصوني عليا في التليفون ديالي حتى نحاول انني نصيفط لك ميساج عاود تصوني عليا. خلى با محمد هكاك حاير وصوني على ايوب حتى هو، قال له فينك؟ المهم تيناقش معاه في الغموض والامور محيره حتى نهار السبت غادي يجي في الصباح باش يقاد الكالا ويقاد الامور، حيت هو اللي تقريبا مكلف بالدراري دوك الصغار اللي كيدخلوا يقمروا. غادي تغوت له ديك البنت الروسيه. قالت له اجي نقول لك؟ قالت له شوف انت راك مسلم والموت ديالك غادي تحصروا عليك والديك وخوتك وحباب، وانتم المسلمين عندكم واحد الجانب الاجتماعي بيناتكم، هادو الا مات واحد بحال مات النمله ما كاينش اللي يسول فيهم. انت راك ماشي جاي هنا باش تقمر، انت راك داخل في اللعبه. واش وجه الله اللي عنده قصر قد هذا الثمن هذا غيقمر بك $20,000؟ هذا راه كيبيع السلاح وكيبيع البيضه وكيدير 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 وكيدير، وانا اللي عارفه انا راه 5 سنين والاخ ديالي خدام معاهم، ما ربح معاهم والو من غير الموت. الله يرحم لك الوالدين، الا كانت عزيزه عليك صحتك هرب. قال لك كيفين غنهرب دابا انا دخلت لهنايا؟ قالت له شوف هرب بحالاتك، مالك شنو غتخسر؟ عدنان قالت له شوف غادي تتبعني وانا غنقاد لك الامور. المهم بدا غادي معاها وكيهضروا حتى لواحد الوقيته عطاتو النمره ديال التليفون وحلات له واحد الباب بحال واحد الباب ديال الجرده هو داخله في انه ديال الهروب، حلاتو له وقالت له شوف ها انت هرب وحاول تمشي للدار وتجمع حوايجك وتمشي. وداكشي اللي كان عدنان شدها جريه وحده، بدا غادي غادي كيجري 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 حتى لواحد الوقيته دخل للدار. قال شنو غادي ندير؟ غندوش ونجمع حوايجي. لكن عدنان غير بغى يدخل للدوش هو يسمع الدقان في الباب وعرف ان الباب دغيا دغيا يتحل، ضرب الشبيك اللي كاين في الدوش هو يتحل، نقز بدا كيتزلق شويه في واحد اللعيبه، هبط نقز وهرب. بدا كيجري 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 والسيد ما عنده لا تليفون لا والو حتى لواحد الوقيته، بدا مخبي في واحد البلاصه وكيشوف شنو غادي يدير. المهم بدا مخبي، شافهم مشاو بالطوموبيل، عاود طلع من الدوش هز التليفون ديالو هز حوايجو وهرب. غادي يبان له غير با محمد، با محمد من غيتصل به غيقول له شوف اولدي انت راك تي كتجي عندي بزاف ديال الايامات وراه غادي يعرفوك جيتي عندي، الا كنتي باغي تجي عندي سيل شي بواط ولا شي حاجه، المهم غبرهم عاد دخل عندي للدار ويكون خير. هو يصوني على ايوب، قال له ايوب شوف انا راه ما غندوزكش واخا هادشي راه فيه المشاكل بزاف اخويا عدنان وراه نقد نموت انا معاك، المهم ما غندوزكش. قال له راه كاينين الدراري صحابي في زنغونيا واحد المنطقه تما كاينه في الطليان معروفه بالمغاربه والناس العصابات والما مافيات ديال المغاربه اللي كيبيعوا مخدرات ودراري متلاحمين بيناتهم، منهم الناس ديال قصب التادله الفقيه بن صالح خريبكا كازا فاس مكناس وكيتحنوا بيناتهم من تكون العصا. قال له شوف انا الدراري اصلا كلهم تيعرفوني تما، الا وقع شي مشكل راه غادي يحاميو علينا والله يجعلنا نضور معاهم سلاح. عدنان ما بقاش كيمشي للجمعيه يتريني وبدا كيبات مع ايوب، حتى لواحد النهار جالس ايوب وعدنان جالسين تيشربوا قهوه، حتى لواحد الوقيته ايوب تيقول له شوف دوك الطوموبيلات راه بجوج كيشوفوا فيك وكيعاودوا رجعوا. عدنان غير شاف الطوموبيله عرف، قال له شوف، قال له ادي راسك بحال غتوقف وتدخل القهوه وغادي تتبعني. قال له كيفاش؟ قال له المهم تبعني. قال له قبل ما يبلاصي وتبعني، غير بغاو يبلاصي. عدنان وقف جمع الهربه وبداو كيهربوا بجوج بهم، كيجري وكيجري والاخرين كيبلاصيو، حتى لواحد الوقيته لقى جوج ديال الدراري تابعين وعاوتاني جوج من الها تابعين، بمعنى ان السته اللي ولاو تابعين. دخل داك الكارتي اللي كاين في زنغونيا وبدا داك ايوب وخالد وحسن ونوفل وعماد وابراهيم، والدراري بداو هابطين، ها اللي هز عصيه، ها اللي هز قرعه الشراب، ها اللي هز السلاح، المهم المغاربه كلهم ديك الوقيته هبطوا. عدنان تخشى في وسطهم وبدا هارب ووقفوا على دوك السته، قال لهم مالنا؟ قالوا لا هذاك راه سرقني. قالك يسرقك ولا ما يسرقكش؟ اجي ما تخافش. المهم صحابنا دشروهم المغاربه وجراو عليهم، وانا غيهبط واحد الدري ولد الفقيه بن صالح سميتو سعيد، وغادي يهبط يهضر مع ايوب يقول له مالكم على هاد الصداع؟ اش داكم لهادو؟ هادو راه قتاله. المهم بدا كيهضر عدنان وهو يكحز عنده سعيد وبدا تيهضر معاه. عدنان وسعيد داز بيناتهم الفيلينغ حيت قال له انا راه كنت بوكسور، او قال له راني بوكسور. سعيد بدا تيهضر معاه وكيقول له فين كنتي كتريني؟ قال له انا في كازا وجيت لهنايا وقمرت. وداز بيناتهم واحد الفيلينغ، قال له شوف اخويا ايوب هذا ضيف ديالي حتى يتحلوا المشكل. قال له المهم انت راك ضيف ديالي هاد الشهر هذا. طلعوا عدنان للدار عند سعيد، لقى الدويره مزيانه، جلس معاه بدا تيتعاود هو وياه وكيهبطوا يحركوا هو وياه البوكس، حيت السيد حتى هو قديم ود البوكس وبدا تيقيس له في المشاعر ديالو وفي الماضي ديالو بحكم حتى هو كان باغي يولي بطل. عدنان
تعاشر مع داك سعيد وبدا تيدوز بيناتهم واحد الفيلينغ وبدا كيعاود له وعرف بلي ان سعيد كيبيع الغبره كيمشي لي بواط وكيبيع. المهم السيد حاكمها وعندو دراري خدامين معاه كيجيب لهم الامور ديالو كيقول له شوف اخويا عدنان اي حاجه بغيتيها ماكلتك حوايجك الكارو ديالك على حسابي انت ضيف عندي. المهم كيتعاودو كيمشي يتسارى معاهم. المهم عدنان بعد من ديك البليه ومن بعد من اي حاجه عندها علاقه بالمخدرات واخا انه تيقول راني ظالم راسي ومدخل راسي لواحد التخربيقه اللي ما عالم بها غير الله. المهم عدنان جالس واحد النهار ياتوا ايوب ودوك الكليك هاد المغاربه حتى لواحد النهار عدنان جالس مع الدراري جالسين في زينغونيا كيضحكوا ويجي واحد الدري بطوموبيل غادي يقول لهم راه سعيد راه شدو لي بوديغارد في واحد البواط وراه شتم غادي يغوتوا للبوليس. الدراري واش عندكم شي حل؟ كلشي تيقول له واشنو غادي نديروا نمشيو ملونسينا حتى حنايا. هو ينطق عدنان قال لهم خوتي داك السيد دار فيا الخير انا ما ننساش اللي بغى يديني تما نخرج الدري نمشي نخرج. قالوا كيفاش؟ المهم قال لهم شوفوا الدراري اللي بغى يمشي معايا يمشي معايا اللي عنده الطوموبيل يمشي معايا. المهم جر معاه واحد الربعه بداو غاديين في المدينه تيقلبوا على ديك البواط لقاو ديك البواط هما يضربوا في سعيد شادوا واحد البوديغارد من يديه ووقف واحد صاحبنا حداه واحد البوديغارد واحد اخر كيعزلف الناس يدخلوا للبواط دايرين الناس الصف باش يدخلوا للبواط. المهم حتى شي واحد ما بغى يهبط في الدراري قال لهم عندنا نشوفوا انا غنهبط وغادي نجيب سعيد وغادي نديه او واش تحمق كيفاش غادي دير باش تخرجوا. قالهم صافي سكتوا. المهم تحل الطوموبيل مزيان وداك الشيء اللي كان عدنان وقف دار راسو غيدخل البواط ودار الصف مع الدراري حتى لواحد الوقيته الاول غادي يدخل والثاني موراه. عدنان غمس سعيد ويوقف سعيد ويوقف عدنان حدا داك البوديغارد ويعبروا ويسقطوا. عدنان هرب وتبعوا سعيد لقاو الطوموبيله محلوله دخلوا لها وركبوا ومشى. سعيد بقوه الفرحه بغى يبوس لعدنان رجليه وتقول له الله يرحم لك الوالدين. حتى لواحد الوقيته دازت مده ديال 3 سوايع باش حلوا داك الموضوع هما يجيو اربعه ديال الطوموبيلان واقفين في زينغونيا كيجريو عليهم الدراري ضرب فيهم من البعيد ويقول سعيد قال له هذوك راه ديال ابراهام راه تابعيني راه مشكله مع هاد الوضع الحرام. قال له سعيد شوف نجيك نيشان طاليان ما عطاتكش هرب لاي بلاد سير الانجليز سير فرنسا سير اسبانيا. قال له راه خويا راه المشاكل. قال له كيفاش غنمشي نجبد المشاكل لما نضل عاوتاني كل ما نجي لطاليان باش نترزق الله ونولي بطال. قال له شوف اخويا كنهضر معاك هضره الرجال وراك دوزتي معنا شهرين طاليان ما عطاتكش. بدا كيراسل عدنان واحد السيد كان تيعرفو هنايا في الطاليان كيدير نفس الدومين ديالو غير هو اونترينور ديال الحديد والبوكس في واحد المركب هو يصيفط له. قال له خويا الا كان شي خدمه في الصبليون قولها ليا. داك صاحبنا جاوبو قال له لا ماشي مشكل نشوف لك في الصبليون اصلا راه كاينين بزاف ديال المركبات الرياضيه كيبغيو دراري سبورتيف اللي يعاونوهم. المشكل هو انه كيفاش غيمشي يجيب الباسبور ديالو وكيفاش غيمشي عند با محمد وخصو ضروري الدراري يمشيو معاه جماعه ورجعوا جماعه. المهم مشى قال صاحبو ايوب انه يمشي يجيب الباسبور الوريقات عند با محمد وداك الشيء اللي كان با محمد عطاه الوريقات وعطاه الامور ديالو وصافي. هنا كيفاش غادي يقطعوا له وكيفاش غادي يديوه للمطار؟ عدنان غادي يقول للمولين الدار ديالهم انه هما يقطعوا له ويصيفطوا له التيكي ديال الطياره وداك الشيء اللي كان. سيمانه هو جالس في زينغونيا مع الدراري كيوجدوه وكيجمعوا له الحوايج باش يمشي اسبانيا يقلب على راسه. جا النهار هزوه الدراري وبداو خارجين وغادين بالطوموبيل حتى لواحد الوقيته حطوه حدا المطار وسلموا عليه ومشاو بحالاتهم. دخل المطار عدنان غيدور وجهه غيلقى داك الطلياني وحده بنادم كيدير له بيديه هكا تكالمه. عدنان الدم هبط له لتحت وبدا كيشوف فيه. عدنان جاي عنده والطلياني جاي عنده هو وداك صاحب. غادي نخليو الحلقه ديالنا حتى نكملوا الجزء الثالث ولا كنتو كلكم انتريسي بالجزء الثالث بغيتكم تكتبوا لي في لي كومونتير نحن في انتظار يا سكمان. على بركه الله وما تنساش الا كانت عجبتك الحلقه خصك دير لايك والناس اللي كيتفرجوا فينا وما كيديروا السبسكرايب راكم ما كتعاونوناش ان الحلقات يتبارطاجاو عند ناس جداد. تهلاو فراسكم والله يعاونكم.